المناسبات السعيدة بحياتنا حلوة وعديدة، والأحلى الاحتفال بالأم قبل ولادة الطفلة. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا اليوم من أشياء طيبة وسهلة. مرحبا شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو عملنا اليوم؟ فاليوم شوية أفكار على البيبي شاور. هلا صار دارج كتير عندنا بالشرق الأوسط. مزبوط. حفلة صغيرة قبل ولادة الطفل. للأم هي الحفلة بالنهاية. طبعا. فبتعرفي بصير واحد يعمل الأشياء بحطها بالبيت، ممكن يجيب شركة كيترينج، ممكن يجيب يعملهم هو، فنحن عم نعطي شوية أفكار من اللي بنعمله يكونوا حلوين وجداد. مزبوط. حنعمل اليوم كانولي اللي هي حلو من سيسيليا من إيطاليا. حنعمل تفاح مع بيف بيكن بالباف بيستري الباف. حلو. حنعمل سلايدر ساندويتشز مثل روز بيف. بعدين حنعمل ريكوتا مشوية مع كروستيني مع خبز محمص. اوكي. واخر شيء حنعمل مثل عجينة الباف بيستري بس مقلية، وحنلطها بسكر وقرفة ونعملها صوص شوكولا حدا. يامي. نبلش؟ اوكي. وهلا حنبلش بالرول باف بيستري التفاح والبيكن. حناخذ اول شيء ليكس الكرات اللي هو نوع من البصل مع الثوم. حنفهمه شوي هيك جوليان، مش جوليان عفوا، شرحات رفيعه. طيب انت شايف من وين مثلا استوحيت هالافكار الجديده؟ نحن ما بنشوفها مثلا حتى شرك الكيترينج. هلا هو اشياء يعني ريسيرش، مش انه يعني اكيد بعمل ريسيرش اونلاين بشوف شو ممكن شيء يطلع حلو مع شيء لا تطلع لا تزبط معنا، ولا لانه حتى انا يعني يمكن اول مره بعمل بيبي شاور. مثلا ممكن سيدي مثلا انا اذا عندي بيبي شاور او عندي اي مناسبه ما لح خاطر وافتح ويب سايت مثلا وشوف كيف حلو ماني شايفته ماني شايفه طريقه تطبيقه قدامي، حتى يعني ممكن اذا كان اجنب اللي عم يطبخها ما كثير افهم على الانجريدينتس او على طريقه الطبخ. نحن عم نسهل قد ما فينا، فنحن من خلال مسهلة. برنامج مطبخنا فعلا عم نجيب وصفات عالميه، افكار عالميه، ونسهلها ونبسطها. وامرار الشيف عم نحاول يستبدل مكونات ممكن ما بتستعمل كثير بالشرق الاوسط او عندنا بالوطن العربي بمكونات موجوده عندنا بالبيت حتى او باي سوبر ماركت، يعني ما حتكون مهمه مستحيله مثل امراء. يعني انا مثلا لما اول ما تزوجت كان عندي مهمه مستحيله انه افهم شو هن الاشياء الانجريدينتس لاطبخ المقادير. اكيد هي مش هينه واحد يعرفهم اذا مش مطلع قبل كثير على الطبخ خصيصا. مشان هيك نحن قد ما فينا مثل ما شفتي بسهلها، حتى بغير الطريقه اوقات بعملها بطريقه اهين حتى ما يكون البروسس صعب كثير بالبيت. ايه لانه في اوقات اشياء بدها مكانات اكثر. مزبوط. فبجرب قد ما فيني خففها هينا اختصر من مراحل منها. يعني نحن هلا كمان عم نشوف مثلا انه عم نعمل اليوم بيبي شاور. البيبي شاور مثل الحفله التوديع العزوبيه، يعني اشياء غربيه نحن اخذناها جديده على مجتمعنا. مزبوط، جديده على مجتمعنا، بس نحن عم ناخذها انه بطابع عربي شوي مثل ما بيقولوا مثلا عم نستعمل اكل عربي اكثر. اكل عربي اشياء بنعرفها. مزبوط، اكيد هذا شيء حلو، يعني انه الاشياء اللي بالغرب ناخذها نحن بس نعملها على طريقتنا 100%. مش نتاثر فيهم مليون بالمية. 100%. يعني احنا انا يعني قد ما فينا عم بعمل اشياء حتى مشهوره عالميا. بنسمع على طول عنها، بنشوفها اوقات بمطاعم معينه. بنشوف انه فينا نعملها بالبيت. مزبوط. كمان بسهلها قد ما فينا. طب يلا خليني انا اجيب الملعقه الخشب. هذا هلا حنقلي الكرات. كرات حنفهم معه تفاح، لانه هو التفاح طعمته كثير طيبه مع البيكن. مزبوط. بسمع بس انا ماني ضايقه. ايه لانه البيكن مدخن بيكون عادة. اكيد بيف بيكن عم نحكي. مدخن. الحلاوة التفاح حلوة مع يعني بتخلي هالمزيج يصير طعمته أطيب. فعم نعملها اليوم. أوكي. يعني حتى مثلا إذا صديقتي مثلا حامل وبدها تولد بعد فترة قصيرة عم نعمل بيبي شاور كسربريز. أي. مش يعني ما بتعرف الـ الأم
بالسربريز، فمنحضرها منهير كل شيء حتى مع الزينه، فعم تكون عن جد فعلا لحظات كثير حلوه وما بتنتسى. كثير حلو انه نحن نشتغل بهالاشياء، مثلا لصديقتنا او نحن اذا انا عامله بيبي شاور لي اعمل هالاكل بايدي، لانه هيدي ذكريات رح تضلها ما رح ننساها ابدا 100%. خصوصا كان اول ولد طبعا. كان هذا البيكن حنفرمه كمان جوليان، نحطهم كلهم مع بعضهم نقليهم. لا البيجن فيهم كثير زيت فبصير فيها زيت اكثر صح؟ لا هلا شوية دهن ايه بيعطي شوي بس كله بيتبخر، بيعطي نكهة طيبة للمزيج طبعا فعلا. شوية زعتر بغري، هذا نوع زعتر كمان حنحطه بقلبهم. هذا اجتهاد شخصي شاف الزعتر البري؟ على طول هذا الزعتر طيب مع الحماس. بيعطينا نكهة خاصة. وهلا هاي بتقله حنزيد عليهم ملعقة خردل ديجون. هذا نوع الديجون يعني شو؟ ايه. فينا نستعمل أي نوع خردل؟ هلا هيدا أطيب بالأكل. فيك تستعمل اي نوع ثاني بس المهم كمان ما يكون طعمته كثير قويه. فينا عليك شوي هون. ملح. كمان ما مكتر كثير ملح لانه البيكن في بقلبه ملح اوريدي. كتبها الاسود. هلا حنخليها ترتاح يعني تبرد شوي. لانه بدنا نعمل العجينه تبعها. العجينة حناخد باف بيستري. يعني صراحة أصدقائي اللي عم يتابعوك مثلا من خلال برنامج مطبخنا على طول عندهم باف بيستري بصرب البراد، قبل ممكن ما كان يفوت على بيتهم الباف بيستري، ليه؟ قالوا لي مثلا إنه تكون عم نحضر برنامج مطبخنا وفجأة الشيف بيعمل شيء كثير طيب بالباف بيستري، إذا كان حلو أو مالح دغري منطلع يعني، وبتثائب انه على طول الشيف بيختار مقادير موجوده اجمالا بالبيت بالبيت او بقلنا نستبدلها باشياء كمان موجوده ببيتنا. اخذ هلا الرقه شوي. اوكي. انت حتحضر ايج واش فهيدي بيضة. يلا. ثانك يو. هلا الرق العجينه. ناخذ عجين تفاح نحط من هون ناخذ شوية ايج واش بنحط هون. حنلفها. اكيد اللي حابب يطبخ مثل الشيف ويعمل هالاطباق العالميه الطيبه بطريقه كثير سهله زوروا الويب سايت تحضروا المقادير واكيد رح تطلع كثير طيبه.
على شوية زيت. هيك لأنا دهنا بالبيج. يلا. بهالوقت الفرن صار حامش. أكيد على طول الفرن 180 درجة. على طول العجين الباف بيستري أو هيك على 180 درجة مثل ما قلنا الشيف. قد ايه تقريبا شايف بدها وقت؟ تقريبا شي 12 ل 15 دقيقة تكون نفخت مضبوط. هلا حنكب سكين زبدة شوي. شطها هيك شوي. اوكي. ما حطها بالفرن؟ يلا انا بحطها. يلا بس تبها على وجهك. اكيد. اهم شي سلامتنا داخل المطبخ. بليز فيك تشيل السلامة داخل المطبخ. سلامة داخل المطبخ. ثانك يو شيف. بنحطها. وهلا صار فينا ننتقل للطبق الثاني. يلا. وهلا حنبلش بالكانولي. اوكي. الكانولي هي عباره عن شغلتين، عجينه ملفوفه ومقليه. طبعا حضر العجينه وبدنا نريحها شوي. وبعدين نعمل حشوة طبعاً. الحشوة هي عادة بريكوتا معمولة، عجينة ريكوتا. نحن حنعملها كمان بريكوتا بس حنحط فيها عصير، شوية عصير حامض، حتى تعمل حامض وبيستاش. يلا. نبلش بالعجينة قبل. هي طحين. يعني هلأ عم نشوف نحن حلويات جديدة. مثلاً على طول بالبيبي شاور بالمناسبات بنشوف موس أو شوكولا، تارت. اي كلهم ال ال الاشياء الكلاسيك معروفه، الكيك الصغار، الاشياء الكلاسيك المعروفه. لا خلينا نفوت على محلات انه غريب شوي. هي مش غريبه بس نحن ما بنعرفها لانه هي سهله فعلا، منا كثير صعبه بس انه نحن اول مره هيك بنعملها. حنحط معها 25 غرام حطينا شويه بيكربونات الصودا، بيكنج صودا. حنحط معها اكيد مشاهدينا ما تنسوا الوصفه الكامله والمقادير الكامله الشيف بيكون حاططها اونلاين. سكر بودره. خل احمر. كمان على الجرام الخل يا شيف؟ اجباري. كل ما تحطيه على الجرام كل ما يطلع احسن. اوكي. ملعقه قرفه صغيره. حامض عليها. كمان الحامض بيعطيها هيك شوية قساوي بالطعمة أو شوية حامض أكثر بالطعمة. بالعكس بخليها تصير فريش أكثر. في زبدة من عندي. تفضل. حط ملعقتين زبدة. زبدة. حط بيضة. فهلا العجينة صارت جاهزة، حنخلطها. يعني انت شو بتلاقي شيف؟ الحلويات الغربية أوسع ولا الحلويات العربية أوسع؟ لا الغربية. ليه؟ أحسن. ليه الغربية؟ لأنه عندهم مجالات أكثر يستعملوها بالطحين، نحن عندنا يعني الحلو العربي يعني محصور بالبقلاوة وهالأشياء اللي هن طحين وسميد ونشا. الحلو الأجنبي لا صار عندهم كثير أشياء أكثر. حتى يمكن بنستعمل الفاكهة أكثر بالحلو الأجنبي. لا كل شيء بيستعمل، مش إجبار بس فاكهة، بس أكيد بيستعملوا فاكهة بالحلو العربي ما في فاكهة. مزبوط، هيدا اللي قصدي. هلا حناخذ العجينة. بدينا. يعني شايف على طول المواد اللي نحن بنستعملها بالحلو العربي نفسها الحلو الأجنبي. تقريباً إيه، يعني الحليب، البيض، الزبدة، أما السمنة، الزيت. النشا ايه بنستعملهم كلهم. يمكن بتفرق معهم هن باشياء صغيره. طب شو بتحس انه اي اخف، الحلو العربي ولا الاجنبي؟ كله حلو بالنهايه سكر، ما في اخف. شو اخف يعني؟ انه سمنه نحن مثلا كثير بنستعمل سمنه بس السمنه مش اتقل من الزبده. خلص
انت عم بتضيع انه فكره انه الزبده عم سمنه، وهن كله فات بالاخر مش هذا. هي العجينه اخذنا منها كل طحين، هلا حنغقها شوي بايدنا لا تنعم. اهم شيء نعمل طحين بقلبها حتى ما يطلع ما تقرش العجينه فيها طحين بقلبها. هيك عجينتنا صارت جاهزه، حنحطها هلا ترتاح شوي 10 دقائق بالبراد بس، فهالوقت محضرنا الحشوه. يلا فهلا حنعمل الحشوه اللي حنحطها بالكانولي. الكانولي مثل ما قلت لك هي عباره عن عجينه ملفوفه يعني بالنص فاضيه، فحنعمل حشوه بقلبها. هي الحشوه حنستعمل ماسكربوني تشيز يعني شايف انه نحن هلا عم نحتفل باجمل ممكن باجمل احساس انا عندي. ايه اكيد الامومه هو احساس كثير كبير منه، انه انا يعني مثلا عم ودع انه ككوني مني ام ورح صير ام باحتفال هيك صغير انا واصحابي. فعلا هيدي كل يوم كنت عم بقرا شغله كثير لفتتني انه السيدة أم وحتى التي لم تنجب. أكيد يعني كل واحدة مثلا بتلاقي أنه الأمومة فيها حتى إذا ما رزقت بأطفال. كيف إذا كانت واحدة حامل وعم تنطر مولودة قدي حلو هيدا الشعور. ما هيدا هو الحياة، هذا هو سايكل الحياة. لو ما طبعا لو هيدا الشيء ما بنكمل كبشر. حتى يعني بالبيبي شاور مثلا بناخذ للأم هيك أشياء مهضومة كدويات هدايا، بس مش هدايا مثلا أنه مكلفة، مثلا ممكن ليفي للطفل، صابوني للطفل، شامبو، ببرون، شيء هيك بس انه لتضل ذكرى 100% اكيد للام. هلا نحن هون حطينا ماسكربوني ريكوتا ولبن شويه برش حامض. حتى يعني الثيم تاع البيبي شاور بيكون مثلا متعلق بجنس الطفل اذا أكيد. صبي ولا بنت. هلا قبل ما كانوا يعرفوا جنس الطفل كيف كانوا يعملوا؟ ماشي مفاجأة. بس كيف كانوا يعملوا بيبي شاور؟ شو يتفقوا؟ مضبوط ما بعرف. حنحط عصير حامض شوي، حطوا ألوان مختلفة. بلا البزر كمان نخلطهم مع بعضهم. إذا كانت ما نعملها طول كثير فينا نحط فيها جيلاتين بخلي العجينه تشد اكثر تنطر معها. هلا حنحط العجينه هيدي الحشوه بالبراد ونجيب العجينه رقه لنقليها. يلا هلا حنرق العجينه. يلا اكيد كالعاده شويه طحين مشان ما تلزق العجينه كمان اكيد لانه بالمطبخ عندنا في رخام بيكون احسن بيكون اذا بنرقع على الرخام. هو اصلا باتيسري بحيالة محل بالعالم رخام ما بيحطوا شيء كمان الرخام مسقع صح؟ ايه اجباري لانه في قلبه كثير زبده كثير بيض حتى ما يصير في خطر يزدن خام شغله. اوكي هلا قد ما فينا نرقها. يعني احنا بنشوف في عده للحلو انه مثلا هلا انا بلشت اتعرف عليها من خلالك ما شفتها بس انت خبرتنا عنها. مثلا الثلاجه اللي بتثلج بسرعه كثير كبيره. شو بعد في هيك اشياء؟ لاست فريزرز في كثير اشياء للحلويات خاصيتا. ايه مثل شو؟ في طبخ سوفيد بقلب كيس النايلون. في ليه بيستعملوا هيدي الطريقه؟ بضل بحافظ على الاكل بقلبها بلا ما نخسر سوائله. في مكانات اللي بيعملوا البوزه اللي هن بيعملوا باستيرايزيشن يعني بتعقم فيهم وبتعمل بوزه بنفس الوقت. فلا في كثير المطبخ في بقلبه كثير مكانات يعني ما بتخلص قد ما لانه كل يوم بيخترعوا شيء جديد. هلا عملوا مكانات بتحط فيهم جاتو جاهز مزين ما بينتزع. قد ايه بضلوا؟ بيقعد 3-6 اشهر. اوه في اوتيلات كثير كبيره بيستعملوهم. ف وبيضلوا فريش الجاتو؟ ايه فريش لانه ما عم بيجي عليه هواء. اوكي مثل هي بتعمل فاكيوم عليه. هلا هيدا عم رقى قد ما فينا. الزيت بده يكون حرارته تقريبا 170 درجة. وين اللي بيقيسوا فيه الزيت؟ ما جبته بعد، مش أنا بجيبه. ليه يا شيخ؟ ما بتذكريني لأنه خلص أنا رح آخذ هلا الميزان.
والصحون اللي بحبهم وخلص نعمل عمليه تبادل. تبادل مشان ميزان حراره. هلا حتعطيني بياض بيض. يلا خلص انا لا عندي هون عندي هون. عند كنت انا بدي افصلهم. لا هيك ما بنخلص اذا بدك تعمل البياض البيض حنلزق فيه العجينه. اوكي كانولي. هلا زيد بس ليحمى شوي. يلا اللي حنعمله حناخذ هيك قطع اكيد كل ما نكبر الدوائر كل ما تصير القطعه اكبر. طيب هيدا الماشين او القطعه شو اسمه؟ هي وحده هيدي تبعت الفلافل. اه بنستعملها للفلافل بالبيت لانه ما بيكون عاده هن بيجوا سلندريت خصوصي للباتسيري نحن ما عندنا اياهم بالبيت عاده هول فعم نستعمل شيء موجود عندنا. مثل ما شفتوا مشاهدينا استبدل السلندر يلي بلفوا عليها العجينه بالملعقه تاعت الفلافل. نحن بدنا نحط شيء بالزيت ما ينحرق. فاهم؟ لزقناها للعجينه. هلا الزيت اكيد بننتبه على ايدينا اهم شيء سلامتنا داخل المطبخ 100% وسقطها كلها مع بعضها خلينا تنقلها. هلا اوكي اذا عندك اكثر من وحده بيكون اسرع واهين طبعا فنحن حنعملهم وحده ورا وحده. اوكي وهيك شفنا كيف طلعوا الكانولي. هلا اكيد قد ايه بدنا نطولها بنكبر الديسك اكثر مزبوط بس بيكون عندنا سلندريت اكيد بنلاقيهم باي محل خصوصي حلويات على طول بشوفها فكرة محلات انه فيها اشياء كثير غريبه للحلويات مزبوط. وانا ما بعرف يعني كيف هيدي بس لو نفكها بنفكها هيك بنطلعها. اوكي اوكي وهلا صفينا نحشيهم وننتقل للطبق الثاني. يلا وهلا شيف هلا حنعمل سلايدرز. اكيد يعني ميني ساندويتشز ميني همبرجر بس انا ما حاعملها سلايدرز حاعملها مش بخبز الهامبرجر بالشباتا اطيب تعملتها بتقرش اكثر بالشباتا. اوكي حنستعمل فيها لحمه حنعملها انا حاعملها ميديوم اكيد اذا واحد بحبها اكثر من ميديوم بيعملها اكثر من ميديوم. حنحط معها صوص حيكون فيها ماسترد ديجون مايونيز شويه حار ملح وبهار اعشاب ندهنهم على الخبزه بنحط اللحمه فوقهم مع شويه بيبي روكا وشويه سبانخ وبعدين بنقطعهم ونشكهم بكردون بيكونوا جاهزين شكلها طيبه وحضن كمان حنعمل ريكوتا سالاد اللي هي ريكوتا مشويه بفوتها شوي على الفرن تحمر وجهها للريكوتا وبنحط حدها اورنج وشويه خبز محمص وروكا. اوكي اوكي يلا بلش حناخذ اللحمه. عم تستعمل لحمه شو شيف؟ هذه فوفيله كمان من التندر لوين من اللوين تبع البقر اللي بيجي الشقفه هون على الظهر من ورا كلها طريه مع الفيليه والفوفيليه والرباي وكلهم بس اكيد ما اقطع من الفيليه وانه منك ارخص من الفيليه انا بس اكيد هي ارخص اغلى شيء هي الفيليه بالتندر لوين اللي هي حندور هون حط شوية زيت هناخد بصلة من عندك ماما جد هيدا الطبق شيف انت من اي مطبخ جايبه؟ هيدا يعني بيور انجليزي الروز بيف اما هودي يعني هو ساندويتشز اللحمه اكثرها الانجليزيه. طيب المطبخ الانجليزي ما حكينا عنه ما نعمل هون اكل انجليزي بس هو اكل كثير حتستغربي فيه لانه اكل كله طبخ ويخانه ومشاوي يعني مش فخذ مشوي اما عرفتي كيف ستوز اكثر فاكلهم طيب بيستعملوا كثير سمك كمان لانه هي جزيره مظبوط. هلا بس الزيت يدخن بس ما دخن حنقطع البصله هي اوكي بقشره هيك بنحطها معهم. شو في ساندويتشز نحن كثير بناخذها بحياتنا اليوميه وهي انجليزيه اساس انجليزي ونحن ما بنعرف هذا الشيء؟ بس
صراحة ما بعرف كثير بس انه مثلا الهامبرجر معروف انه هي اساسا من من امريكا؟ لا من المانيا اساس اول هامبرجر هي هامبرج ستيك اوكي من هامبرج يعني بعدين راح وصلت على امريكا كانوا عم بياكلوها بصحون بطل في صحون كان معهم خبز حطوا اللحمه على كانوا للناس اللي حطوها بين المهاجرين من امريكا حطوها بالخبز صار اسمها هامبرج هي اصلا هامبرج ستيك وبعدين صارت هامبرجر بس اول ما كانت لحمه مفهومه كانت لحمه يعني قطعه واحده الحمد لله لازم شي نهار هيك نعمل حلقه كمان عن المطبخ الامريكاني اكيد مطبخ ما كانه مطبخ جديد يعني ما عنده تاريخ كثير قديم لانه هو عباره عن كذا مطبخ من العالم ما انه مطبخ اساسي بعمل في شمال امريكا مثلا جنوب امريكا اكيد عنده مطبخ اعرق شوي بالاكل لانه سبق وعملنا من جنوب امريكا المطبخ المكسيكي هلا عم نحمرها هنحط البصل معهم كمان لتعطي نكهة 100% التوم شوي من هذا الزعتر البري هلا حفوتها على الفرن تستوي تصير ميديم يعني بضلها من جوا زهر مثل ما انا بحبها تقريبا بدها 20 دقيقة هيك هلا ذكرنا شايف كيف نعرف اذا ميديوم ولا ميديوم ويل ولا بهيك بالهيك اللحمة ما فيك تعرفي اذا بالفرن مشوية بدك تستعمل ميزان حرارة على الحرارة بس اذا عم نعمل ستيك على المشوى هي الطريقة بالايد حسب طراوة بكون يا ميديوم يعني هيك رير بعدين ميديوم ويل دان هلا حنبلش الصوص تبع الساندويتش الستيك هذا الروز بيف اوكي حناخذ ديجون ماسترد كثير الديجون ماسترد بيروح مع اللحمه اما اي نوع من الخردل القوي مزبوط مايونيز كمان هيدا الدريسنج فينا نعمل مثلا اذا نحن عم نشوي اي ستيك فينا نحطه حده كذب بس مش انه نحطه مع الستيك ايه اكيد كده هناخد شويه حار نفرمه ناعم فينا اذا ما بدنا نحط حار هيك فينا نحط معه رب الحار او باودر اما باودر كمان الحر اختياري مشاهدينا اذا ما بتحبوا الحر او معدتكم ما بتتقبل الحر كثير فيكم تزيدوه فيكم لا فينا نعمل 8 دب اذا نحن عن جد عندنا عزومه نعمل دب فيها حر ودب ما فيها حر انا بخلي الحر فريش لانه هيك ما بيطعم بكل الصوص بس محل ما تاكلوا حر بتحسي فيه فبيكون اخف في ناس بحبوا يحطوا حر اكثر يحطوا هريزه فيها هنحط مع زعتر هذا زعتر كمان كثير طيب بالسوسيت فعلا بس بتشم ريحته قد قويه شم تروح تعال ملح بهار اسود نحطهم مع بعضهم اكيد حطينا معه شويه خل احمر اذا ما بده يحط الواحد خل احمر فيه حط حامض ليه انت استبدلت الحامض بالخل؟ الخل كمان بيعطي نكهه اكثر للاشياء اللي هي سبريدز بيعطيها اكيد الحامض بيعطيها كمان بس حبيت اعطي خل لانه اللحمه قويه بدي اعطي معها شيء قوي اوكي هلا هيك صوصتنا صارت جاهزه كمان قد سهله وهلا بننتقل لصحن ريكوتا يلا وهلا حنعمل ريكوتا سالاد مع اورنج فيليه بس اول شيء حنحمص ريكوتا شوي بالفرن اوكي حناخذ ريكوتا نحطها بال جود ريكوتا اللي هي مثل القريشه مظبوط حناخذ حصتهم
فيهم ناعم. حتى مش كل مره نعمل صحن هو ذاته بنشوفهم بالبيبي شاور زمان الحفلات هون عندنا هيك عم نعمل شيء جديد. مزبوط. على طول احنا من خلال مطبخنا بنجرب نعمل اشياء جديده وطيبه ومطابخ عالميه. هلا كمان زعتر. كمان زعتر. بس زياده حنحط معها حبق. خلينا نشرب شوي. ناخذ شوية حبق. حبق شوي على خفيف. تحبي تحطي حاجه معها تحطي حاجه معها بس خليها هيك خفيفه بلا حاجه فريش. رح نحط معها اورنج وان. اوكي بدي حبق حط معها بيضه صغيره ملح. يلا بعد لا بس شوية بهار. بعد؟ لا. اوكي. هاي اللي صارت جبرتنا جاهزة. هلا حنجيب صينية. حنجيب الصينية. حط زيت فيها. هنحط فيها شو؟ جبنة. هذا الخليط اللي عملناه 100%. وهيك عبيناه هون؟ عبيناه هون. هحطه بالفرن هلا. اوكي. يتحمص شوي. قد ايه تقريبا؟ بس لياخذوا لون شوي فوق شوي من فوق يصير احمر. حنشيلهم تقريبا نسي 8 دقائق. اوكي نخبطهم هيك لينزلوا منيح. خلينا نحطهم بالفرن. يلا نبلش نحضر لها الجرناتور للسلطه. يلا هيدا البيبي سبينتش. بس قبل بدي خبز. اوكي ونحمص الخبز. هذا من وين الخبز شاف؟ هذا تشاباتا. ايطالي اصلا. هذا خبز فيه زيتون هلا ف حناخذ الخبز نقطعه هيك. نحمص شوي بزيت الزيتون. يلا زيت زيتون. بس وقت ما نحضر الاورنج تبع السلطه بنعمل فيليات اورنج. اوكي هيدي من وين الطبخه شيف؟ هيدي ريكوتا ايطاليه يعني. بس زدنا عليها شويه فريشنس نحن بالاورنج وهيك. اوكي كمان اذا ما بدنا نحط مثلا ليمون شو فينا نحط؟ دراء بيروح معه، تين بيروح معه. اي شيء حلو، تمر، تين، دراء. 100%. فبنشيل القشره تبع البردقان. هنحط على الخبز ياخذوا لون حمصهم بصير فيهم زيت الزيتون الطيب 100%. هون عم نعمل فيليات البدان. اكيد بننسى انه الليمون في بقلبه الفيتامين سي 100%. اللي كلنا يعني
مربوط الليمون بالرشح او الجريب على طول مجرب خد فيتامين سي خذنا فصل الصيف مع الايسيات بدك اقلبهم شيف اكيد بس تقلبهم على ايديك فعم نحمصهم هيك عم نشيل فيليه الاورنج تحمص الخبز وبس يجهز الريكوتا بنقدم الطبق اوكي طبق طيب وهيك كومبينيشن ايه غريب ريكوتا ليمون وهلا حنشيل اللحمه من الفرن نعمل الساندويتش اوكي هاي اللحمه حنشيلها بالمرقة لانها سخنه طبعا انتبه على ايدينا بدها ترتاح شوي بس اللي حنعمله حنخلي هالمقلية هون حناخد الخبزة نقصها على الطول هلا قطعنا الخبزة اللي حنعمله حناخد خبزة بهي الزيت اللي كان فيها لحمة ايه حمصها شوي صغيرة معطيها طعمة أكثر لا طيبة معطيها شوية لون نرجع شايف الفوقانية كمان كمان فينا نستخدم اي خبز منيه ايه اكيد ممكن اسمر المهم خبز ايه ما ينشف اذا كنت بتعرف البيبي شاوي عطا مو بفيه يعني بيكون العالم قاعدين عم مثل كنابيه عم على صوارع شغله الخبز يكون طري وما ينشف قبل ما نقدمه مظبوط هي الشقفه الثانيه نحن صرنا اكثر من مره عاطينكم مشاهدينا كثير افكار من خلال حلقاتنا للسبيشل سبيشل اوكيجن اشياء للفينجر فود للاعياد الميلاد وسهله وسريعه واهم شيء المواد موجوده عندنا بالبيت 100% هلا حناخذ اللحمه نجهزها لنقصها يلا المسكين تكون كثير منيحه شيل الخبزة أخذنا طعمة البصل والثوم اللي كانت بالمقلاية مع اللحمة هلا هنقطع اللحمة شرحات رفيعة بنعمل فيها ساندويتش اوكي قد ايه تلاتك تعلم كيف تقطع هيك اللحم شيف؟ بتعلمها بالمدرسة بيعلمونا اياها حتى ما قطع سمك ني قدام العالم هيك ودجاج مشوي قدام العالم عليها علامات يعني اوكي هلا حنطبق الساندويتش هيدا الساندويتش هذا الكعب هذا الوجه مزبوط حناخذ الصوص اللي عملناه اللي هي مايونيز خردل وزعتر وحار وخل حطينا فيها شوي حنعمل هيك اعطيني روكا تفضل حناخذ روكا نحطها بعدين ناخذ لحمتنا بنحطها هيك اكيد قد ما بدك تعمل ساندويتشز بتعملي شكلها طيب كثير شكلها هلا هلا بنقطعها فينا نزيد شوية صوص على الوجه طبعا اللحمة شوية صغيرة شوية ملح نأكد هون اللحمة سيزد منيح شوية بهار ونحطها هيك ناخد توث بيك محل ما نقطع منشك
صح. هاي واحدة. هاي اثنين وهي ثلاثة. فينا هاي كمان صغيرة. صاروا أربعة. صاروا أربعة. سهلة. سهلة كثير، وبتعملي منه ساندويتشز على أشكال وألوان. مظبوط. كيف بتحبي؟ أكيد. حنحطهم على صحن بس لنشيلهم من قدامنا. ونشيلي ريكوتا من الفرن. يلا. بعد في الريكوتا. بعد في الريكوتا. هي ريكوتا. صارت جاهزة، هلا بنقلبها وصار فينا نقدم الأطباق كلها. صحتين. فاليوم خلصنا عملنا ريكوتا المشوية مع الأورنج والخبز المحمص، عملنا ساندويش الروست بيف مع الصوص المتاخد والمايونيز، عملنا البيكن والتفاح الباف بالباف بيستري، وعملنا كانولي بالمسكربوني واللبن مع الفستق الحلبي. ثانكيو كثير شيف. صحتين على قلبك. إن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا اليوم. ما تنسوا الوصفة الكاملة موجودة أونلاين، واللي عنده اقتراحات ما تنسوا هاشتاج مطبخنا. نشوفكم حلقة جديدة. باي باي.